نجحت القوات البحرية في إنقاذ لانش سياحي من الغرق بالبحر الأحمر. وقالت القوات المسلحة في بيان لها إن اللانش كان على متنه 8 مصريين بالإضافة إلى طاقم مكون من 3 أفراد. وأوضح البيان أنه فور ورود بلاغ يفيد بشحط اللانش السياحي، توجهت إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة، ونجحت في إنقاذ طاقم اللانش والأفراد المصريين وتقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم عند وصولهم للنقطة البحرية بالغردقة.